مساء الفل والياسمين، مساء الخيرات والبركات، رمضان كريم عليكم جميعا فريق الاحتراف وضيوف فريق الاحتراف. محاضرتنا لليوم محاضرة صحية مع أخصائية رائعة جدا من الجزائر، أعطتنا الكثير من علمها وفادتنا في العديد من المحاضرات الصحية، واليوم كمان راح تفيدنا هي بمحاضرة صحية ولا أروع، فتحضروا لها جيدا وكونوا منتبهين لأنه الصحة وحدة والفوائد الصحية ما بتتغير مدى الحياة. معانا الكوتش الرائعة نسيمة من الجزائر. مساء الخير كوتش نسيمة، صح فطورك. مساء النور أستاذة ولاء، صح فطوركم جميعا ورمضان كريم إن شاء الله للجميع. أول شيء صحيح هي أول محاضرة في رمضان، إن شاء الله يا رب يكون رمضان صحة ورمضان الخير علينا جميعا، فمبارك عليكم الشهر وربي يتقبل إن شاء الله الصيام والطاعات والعبادات. وأكيد دائما للحديث بقية فيما يخص الصحة في رمضان. رمضان شهر يجب أن نعتني به، فيه عفوا، بصحتنا أكثر من أي شهر آخر. ومع هذا العام 2023 الحمد لله فيه جديد من يونيسيتي، تعودنا على الجديد دائما، على منتجات جدد، على ابتكارات، على برامج جديدة. ورمضان 2022 بحول الله سوف يكون غير، مع نهج جديد ومع ساينس الفيل جريت. فأول شيء خلينا نستعرض مع بعض أهم الأساسيات. ممكن معنا جدد، وتحية خاصة كما جرت العادة الجدد اللي معنا. الفيل جريت وإلا الليف بيتر هو وجهين لنفس العملة، يعني أهم شيء أنه فيه براكتس، فيه تطبيق، فيه تنظيم الوجبات في اليوم، لأنه في حقيقة الأمر ماذا نأكل مهم جدا وأساسي، لكن متى نأكل أيضا من أهم الأشياء التي يجب أن نهتم بها. كثير من الأشخاص يحرصون جاهدين على تناول أغذية صحية فيها مقويات، فيها فيتامينات، ألياف، بروتينات، معادن، لكن بتوزيع حصص وتوزيع ساعي غير لائق، فهذا الشيء يسبب مشاكل صحية. لهذا الليف بيتر وإلا الفيل جريت كما قلنا، حسب إذا كان معتمد على البايوس لايف سليم واليوني ماتي وإلا البايوس لايف 2 مع الماتشا، من أهم الطرق التي تعيد ترتيب الوجبات في اليوم مع الساينس، العلم الموجود في كل من هذه المنتجات، سواء كان بايوسلايفات وإلا مشروبات الطاقة من اليونيماتي والماتشا، تعطي فرصة من أجل إعادة إدارة تزويد الجسم بطريقة تلقائية وطبيعية، تزويده بالطاقة عن طريق حرق مخزونته في الدهون المخزنة والمكدسة لمدة سنوات طويلة. ممكن الشخص يتساءل يقول طيب أنا ما عندي دهون، أنا ما عندي تكدسات، لكن مقاومة الأنسولين للأسف الكثير من الأشخاص يظنون أنها تعنى فقط بفئة الأشخاص اللي بدينين ولا اللي عندهم تحدي في الوزن، وهذا شيء أيضا شائع وخاطئ للأسف. في أشخاص أخرين مش قادرين أن يتصرفوا في مستويات الأنسولين لديهم، فدائما يكون فيه ركض خلف المصدر الوقود السهل وهو على شكل السكر، لأنه عنده أنسولين ريزيستنس، ولو حتى ما كان عنده بدانة مش عارف أنه يصل لمخزوناته ويستعملها كمصدر للوقود. طيب هذا على عجالة كيف أنه ساينس الموجود في الفيل جريت ولا الليف بيتر هو فرصة من أجل إعادة بناء استجابة طبيعية مثلى ممتازة ورائعة لهذا الهرمون المايسترو. هرمون الأنسولين ليس مسؤول فقط على إدارة السكر في الدم، هرمون الأنسولين لما يكون فيه هناك مقاومة وإفراز كبير من البنكرياس، مش فقط البنكرياس من سوف يتضرر من الإفراز الفظيع للهرمون والغير معتاد عليه الجسم من هرمون الأنسولين، لكن كل خلايا جسم الإنسان تصير تقاوم. فقس على ذلك خلايا القلب والشرايين، بعدين يجي ضغط الدم، بعدين يجي من مسببات أيضا كيف يسموها الشرايين، مشاكل تصلبات الشرايين، ايضا من الانسولين ريزيستنس ممكن تكون حتى بدايه رحله المشاكل الهرمونيه لدى السيدات، لدى الساده، الخصوبه، عدم قدره على الادراك، مشاكل المفاصل، العظام، وعدم قدره على الحفاظ على المعادن في العظام، وحتى وصولا الى مستويات الطاقه. واكيد كما قلنا السكر من النوع الثاني غني عن التعريف، ارتباطه بمقاومة الأنسولين. فلهذا برنامج الفيل جريت وإلا الليف بيتر واحدة من أهم المفاتيح العصرية التي تعنى بإدارة مستويات هرمون الأنسولين واستجابة خلايا جسم الإنسان بطريقة طبيعية مرة ثانية. الحمد لله فيه طريقة، فيه فرصة الرجوع إلى الطبيعة والاستجابة العادية موجود
فكيف ممكن أن أستفيد بكل هذه المزايا في الشهر الفضيل؟ عارفة أنه في شهر رمضان في صيام، مرة ثانية ما يتقبل يا رب الصيام والطاعات والعبادات، في نفس الوقت فيه وجبتين فقط، وقت قصير ممكن، والأشخاص بيتساءلوا طيب هل ممكن خاصة الجدد أن أستفيد من برنامج الفيلجريت عفوا، وإلا أترك ما بعد البرنامج، أترك الفيلجريت إلى ما بعد رمضان؟ الجواب هو أكيد لا نترك البرنامج حتى ينقضي رمضان، بالعكس، وسوف نرى كيف أنه فيه حتى نقاط مشتركة ما بين الفيلجريت ولا الليفبتر، أيضا موجود نقاط مشتركة مع الشهر الفضيل، ممكن أن نستغل هذه النقاط حتى أخرج من الشهر الفضيل بفوائد أكبر من رمضانات السابقة. عفوا. طيب، فأول شيء رمضان الكثير من الأشخاص يظن أن رمضان يجب أن لا نغير فيه ولا شيء، رمضان فيه روتين، أنا عندي روتين في رمضان، أنا رمضان نكون فيه يعني في مود مش عالي، ولا أفضل أني أخذ تجربة جديدة مرة ثانية للجدد، ولو كان في الصحة ولو كان في التغذية أنا مش قادر نعمل رياضة، أنا طاقتي تكون منخفضة، و بالعكس رمضان هو أفضل فرصة لتغيير العادات الغير صحية واستبدالها بعادات جيدة صحية ومفيدة لحياتنا. رمضان ليس شهر الخمول، بالعكس ممكن أن نمارس الرياضة سواء ساعة قبل أذان المغرب وإلا ساعة، ممكن حتى لساعتين بعد أذان المغرب، بين قوسين الرياضي المحترف برنامج آخر، برنامج غير، فقط للأشخاص اللي نمارسوا، يعني إحنا عادة نمارس الرياضة من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية، من أجل الحفاظ على الصحة بصفة عامة، مش الرياضي المحترف. نتكلم عن العادات الخاطئة في التغذية مرة ثانية، كوني سوف أصوم ساعات طويلة هذا الشيء ليس مبرر، لا يسمح لي أن أخربط في الأكل عند أذان المغرب، نشوفه للأسف يعني بلاوي من المحيط إلى الخليج فيما يخص المائدة الرمضانية، الحلويات والسكريات المعجنات الحار والبهر، ويعني أشياء فظيعة جدا بعد ساعات طويلة من الصيام. رمضان هو فرصة، وأكبر مستفيد في شهر رمضان من حيث الصحة هو الجهاز الهضمي، سوف يرتاح، يعيد ترتيب أولوياته، يعيد النظر في آلياته وشغله، فلما أنت بعد هذه الساعات من النوم العميق جيب له أغذية من الصعب أنه يهضمها، وكلها دفعة واحدة، ممكن حتى مضغ يكون غير يعني صحي، يعني الإنسان يكون يأكل وهو بسرعة مسرع في الأكل، فهذه كل الأخطاء الشائعة هذه للأسف تسبب مشاكل هضمية لا علاقة لها مع الشهر الفضيل. لكل من يظن أن رمضان هو مشكل عسر الهضم والانتفاخات والغازات والإمساك و نصيحتي إعادة النظر فيما تأكل، ليس رمضان هو من يسبب هذه التحديات، لكن طريقة حياتنا، نمط حياتنا في رمضان، فرجاء إعادة النظر فيما نأكل وكيف نوزع الوجبات في الشهر الفضيل. بالإضافة أيضاً إلى أنه موجودة هذه السنة الحمد لله 2022 فيه فرصة، فيه يعني شيء جديد، وهو سواء كان الليف بتر وإلا الفيلجريت، الاثنين مع بعض كما قلنا يتماشين مع الشهر الفضيل، فيه منتجين، كل منتج في كل برنامج مبني على ساينس، مبني على علم، مبني على تركيبة حاصلة على براءة اختراع، كل من هذا المنتجين أضاف لهم طريقة توزيع صحية للوجبات وهي الصيام المتقطع. فلما نحاول أن نفهم أهمية الفيلجريت وإلا الليف بتر على حسب احتياجي، في الفيلجريت هو يعني مجال واسع جدا لمن يريد أن يستفيد منه، سواء كان في خسارة الوزن، أشخاص اللي يعانون من مشكل البدانة، سواء كان في مستوى الطاقة المنخفضة، سواء كان في المزاج المتعكر، سواء كان في تحديات التمثيل الغذائي على رأسها الأنسولين ريزيستنس، عارفين الآن أنه نحن رواد في الصحة الأيضية وفاهمين الآن ما معنى السندروم ميتابوليك سندروم وما معنى التمثيل الغذائي الغير متوازن وارتباط الوطيد بكل مؤشرات الأنسولين ريزيستنس، بالإضافة إلى أنه فرصة لكل من يريد أن يحافظ على مستويات صحية للكوليسترول وأيضا مستويات السكر وأكيد التعبير وإنتاج كميات تكون متلائمة مع احتياج جسم الإنسان من حيث الأنسولين، فبالتالي يرجع مرة ثانية الجسم يستجيب اللي كان يقاوم، يرجع يستجيب بطريقة طبيعية لأني وفرت له الظروف الطبيعية وهي على رأسها مستويات عادية من الأنسولين، بالإضافة أكيد لصحة الجهاز الهضمي. سوف نتعرف على المنتجات البايوس لايف، من أقوى المنتجات التي تعتبر غنية جدا بالألياف، فهي فرصة مرة ثانية من أجل دعم صحة الجهاز الهضمي والسيطرة على الشهية لكل من لديه تحدي
في توزيع الوجبات قلنا ليس فقط ما أكل هو المهم في من حيث تغذيتي، لكن كيف أوزع وجباتي وحصصي في اليوم أيضا أساسي جدا حتى أسيطر على الشهية في اليوم، مهم هذا الباب. فلهذا الفيل جريت هو فرصة لكل من يريد أن يهتم بكل هذا الجوانب التي رأيناها، ليس فقط من أجل خسارة الوزن، والله أنا مش بديل، أنا لا أعاني من وزن زائد، لماذا أتبع الفيل جريت؟ هذا السؤال يرجع يوميا، أجيب على عشرات الأسئلة على الخاص، أنا ليس لدي وزن زائد لكن أريد طاقة. طيب أوكي، الفيل جريت يدعم طاقة، الليف بتر كذلك، انا اريد، انا مزاجي معكر وعندي ستريس وانا نشتغل في المحاسبه ولا اخر ممكن يشتغل في مجال فيه ضغوطات كثير، مره ثانيه الطاقه، المزاج، صفاء الذهن، التركيز، كل هذا الامور ايضا ممكن ان نعتمدها لو اريد الحظاء عليها، يكون سهل جدا بتطبيق الفيلجريت والا الليف بتر. طيب الان ممكن نتساءل، انا في رمضان واريد ان استفيد من هذا البرنامج الرائع، كيف ممكن أن أعيد ترتيب حصصي، أخذ منتجاتي في الشهر الفضيل، مع العلم أنه لو نبدأ نفكك شوي شوي الفيل جريت نجد عدة نقاط متقاطعة ونقاط مشتركة مع الفيل جريت والصيام الديني، يعني صيام شهر الفضيل رمضان. رمضان أصلاً في حد ذاته يعتبر نوع من أنواع الصيام المتقطع، يعني تنطبق عليه كل الدراسات العلمية المعروفة من حيث الصيام المتقطع، سواء كان في مكافحة الشيخوخة المبكرة في الخلايا جسم الإنسان والحفاظ على الشباب، لما نقول الشباب حتى البشرة يظهر عليها أيضا علامات مكافحة الشيخوخة المبكرة، الناس الملتزمين بالصيام خاصة لما يكون لمدة زمنية بدون تقطع، يعني حوالي 30 يوم، هذه دراسة علمية تقول الالتزام بالصيام المتقطع 30 يوم متتالية يعطي فرصة من أجل إعادة بناء كل أنظمة جسم الإنسان، حفاظ على الـ DNA، إعادة فرصة من أجل النظر في مستويات الدفاعات المناعية، يعني خلق خلايا مناعية أكثر نفعاً، أكثر كيف نقول نجاعة، في فرصة أيضاً من أجل إعادة إدارة التركيز، وإعطاء فرصة من أجل رفع القدرات وشحذ القدرات الذهنية، ناهيك على الأيض، ناهيك على مستويات صحية للأنسولين، فيه أيضاً فرصة ممتازة لكل من يريد أكيد أن يحظى على إدارة وزن لكن صحية وبدون الرجوع للوزن الأصلي، ولا ما يعرف باليويو، أنه الأشخاص كثير مجربين، الأصحاب اللي عندهم تحدي في الوزن قل كان مجرب حميات وغيره وغيره، الصيام المتقطع لما يكون ممارس طريقة صحيحة وصحية لمدة طويلة، يعني على الأقل 30 يوم، يعطيني فرصة حتى أدير الوزن بشكل صحي صحيح وبدون الرجوع للوزن الأصلي. فلما نحاول أن نسقط، لو صح التعبير، الساينس الموجود في الفيل جريت مع رمضان، سوف نرى أنه فيه عدة نقاط مشتركة. أول شيء كما قلنا، رمضان أصلاً في التغذية نحن نعتبر رمضان نوع من أنواع الصيام المتقطع. ثاني شيء، في رمضان فيه فترة صيام تزيد عن 10 ساعات، كل الدول العربية من المحيط إلى الخليج نصوم أكثر من 10 ساعات، وهذا هو تماماً ما ينطبق على مرحلة الأكل المقيد بالوقت، ما يعرف بالفاست ويندو، يعني الفاستين ويندو، عفوا، النافذة التي يصوم فيها الشخص في الفيل جريت تزيد عن 12 ساعة أقل تقدير، كنا نقوله في الفيل جريت ودائما نذكر هذا المبدأ 16 ساعة، لكن الأشخاص اللي يتعذر عليهم أنه يصوموا 16 ساعة ممكن 12 ساعة وبعدين شوي شوي نضيف حتى نصل إلى الماكسيموم هو 16 ساعة. ثالث نقطة أساسية، رمضان نبني على وجبتين أساسيتين، وجبة الإفطار ووجبة السحور، وما يعرف بنافذة الأكل. هذه نافذة الأكل في لو فاكرين في الفيل جريت كانت منظمة بثمان ساعات ومقيدة بثمان ساعات، ونفس الشيء نجد أكثر من 6 ساعات تفصل ما بين الإفطار والسحور، يعني فرصة من ذهب يجب أن نعيد النظر فيها من أجل الحظاء بكل فوائد الفيل جريت. نحن يعني أوريدي بنصوم، رايحين نصوم وصمنا الحمد لله، ورايحين نصوم بقية الشهر الفضيل، فلهذا استخدام إدراج الفيل جريت فرصة من ذهب حتى نزيد من فوائد الشهر الفضيل على صحتنا. بفضل ماذا؟ بفضل التكنولوجيا الموجودة في المكملات، سواء قلنا ليونيماتي المعتمد عليه في الفيل جريت يعطيني فرصة من أجل رفع مستويات الجسم على القدرات البدنية، قصدي من أجل ممارسة الرياضة، أصحاب الرياضة ما بعد الإفطار ممتاز ليونيماتي لهذه الفئة، يدعم القدرات الصحية العقلية والمزاج، يرفع قدرة الجسم على مكافحة السترس وصفاء الذهن، يعطيني فرصة دائمة لإدارة الوزن عن طريق تحفيز
حرق الدهون، بالإضافة أيضا إلى إعطاء فرصة للشعور بالشبع لمدة زمنية أطول، لأن الشخص سوف يحظى بالطاقة التي يحتاجها دون اللجوء إلى الأكل الغير الصحي ليعمل استجابة للأنسولين. كما أنه أيضا مرخص من عند Informed Choice، واحد من أقوى البرامج المعتمدة لدى الرياضيين المحترفين، لأنه بدون مواد محظورة بالنسبة للرياضي ذو الأداء العالي، رياضيين محترفين. نفس الشيء بالنسبة للليف بتر، نعتمد على البايوس لايف انرجي من يعني من اعرق المكملات في يونيسيتي، الماتشا الى البايوس لايف انرجي تعمل على عده مستويات، سواء كان على تعزيز الطاقه، اعطاء فرصه من اجل الحظر على الطاقه لمده تكثر يعني مده اعلى من 4 ساعات، فيه كثير من الاشخاص يقول لك حتى 5 6 ساعات وانا لسه نحس بنفس الطاقه على نحو مستدام، يعني ما فيه انخفاض مفاجئ في مستويات الطاقة. الحفاظ على توازن الإلكتروليتات من أهم الأشياء الأساسية التي نعتمد عليها لمن يريد الصحة في الشهر الفضيل، الحفاظ على الترطيب وعدم ضياع الإلكتروليتات. فنحن نحتاج إلى مصدر للإلكتروليتات، الصوديوم، المغنيسيوم، البوتاسيوم، خاصة البوتاسيوم هو من يحفظ الجسم من الجفاف. فأيضا البايوس لايف انرجي مصدر من أجل الحفاظ على توازن الإلكتروليتات. أكيد التمثيل الغذائي من أجل أن نولد التمثيل الغذائي، التوازن تبعه يكون عن طريق توليد حرارة في جسم الإنسان وحرق الدهون، هذا ما يعرف بالثيرموجينيسيس، يعني جسم الإنسان يحرق دهون يولد طاقة فيسرع أكسدة الدهون المتكدسة في جسم الإنسان يستعملها كمصدر للوقود، ما يغنيني على اللجوء للأكل الغير الصحي. بالإضافة إلى أنه بهذه الطريقة سوف تنخفض مستويات الأنسولين المخزي السكر، بايوس لايف انرجي منعدم السكر يكاد يعني حوالي غرام غرامين لا يعمل استجابة الأنسولين، فيكون في هناك انخفاض في مستويات الأنسولين، مما يعطي فرصة لجسم الإنسان أن يبحث في مصدر ثاني للوقود وهو الدهون المكدسة لديه. فيعطي أيضا فرصة بفضل ما يعرف بمضادات الأكسدة الإبيغالوكاتشينغالات الموجودة في الماتشا، عشبة طبيعية موجود فيها هذه المكونات، تعطي فرصة لمضادة أكسدة، يعني الأكسدة الخلوية نحن يوميا معرضون لها، سواء كان فعل توتر، بفعل الملوثات وغيرها من الأشياء المحيطة بنا في الحياة اليومية. فمضادات الأكسدة شيء قانون، يعني صار هناك قانون كوني يجب أن نعيد النظر فيه، كيف أزود جسمي بمضادات الأكسدة. والبايوس لايف انرجي أيضا مصدر لمضادات الأكسدة، سواء كان فيتامينات وإلا مضادات الأكسدة اللي تكلمنا عليها الموجودة بطريقة طبيعية في البايوس لايف انرجي. ويعطي أيضا فرصة من أجل صفاء الذهن والتركيز بفضل الثيامين، حمض الأمين المعروف عنه أنه يشحذ الحدة العقل ويعطي فرصة لصفاء الذهن. وفيه أيضا مجموعة البايوسات، سواء كان البايوس لايف 2 وإلا سليم، في اختلافات بسيطة جدا، لكن 80% من التركيبة هي من حصلت على براءة الاختراع. هذه التركيبة الحصرية موجود فيها أنواع الألياف المعروفة، بالألياف اللي حاست براءة اختراع عليها يونيسيتي هي البايوسفير، يعني تركيبة خاصة فيها أنواع كثيرة جدا من الألياف، مضاف إليها فيتامينات على رأسها مجموعة الفيتامينات بي من أجل دائما الحفاظ ودعم مستويات الطاقة في الجسم الإنسان. فيه مجموعة من فيتامينات مضادات الأكسدة على غرار فيتامين A، فيتامين E، فيتامين C. فيه أيضا مصدر لمعدنين نادرين ممتازين لصحة الإنسان وهما الزنك مع أيضا الكروميوم. الكروميوم في حد ذاته يعتبر فرصة من أجل ضبط والتحكم في مستويات صحية للسكر في الدم، والزنك ليس فقط لصحة المناعة، الزنك أيضا أساسي ورئيسي، دائما أذكر بهذه النقطة لأنها مهمة جدا، من أجل إفراز الإنزيمات الهاضمة في العصارة المعوية والمعدية وغيرها، يعني كل جهاز هضمي يصير يفرز بطريقة طبيعية وقادر على تفكيك الأغذية، فنكسب مرة ثانية صحة هضمية. لهذا رأينا في البداية أن الفيلجريت وإلا الليف بتر مش فقط من أجل التخسيس ولا للطاقة ولا الحفاظ على مستويات صحية للسكر والأنسولين، بل حتى من أجل الصحة الهضمية نظرا للألياف الرائعة الموجودة في هذا المنتجين. فيعطي فرصة من أجل دعم إدارة الوزن، تقليل من امتصاص الكربوهيدرات في جسم الإنسان في عن طريق الامتصاص أكيد في الأمعاء، ضبط الشهية ما بين الوجبات، يعني مكافحة الشراهة والأكل العشوائي، فرصة أيضا من أجل حرق الدهون المخزنة، جسم يصير يدعم آلية حرق الدهون أكثر من أنه يستجيب للجوع بطريقة تلقائية، بالإضافة أيضا إلى أنه الألياف الموجودة فيه
تعمل على تنظيم مستويات الكوليسترول، فلا يكون هناك امتصاص فائض الكوليسترول الموجود في الأغذية. فمرة ثانية، الأسئلة التي تصل دائما في الشهر الفضيل أكيد كيف أخذ الفيلجريت وإلا الليفبتر في رمضان. رمضان قلنا أهم شيء فيه وجبتين، رأينا نقاط التقاطع والنقاط المشتركة ما بين الصيام رمضان مع برنامج الفيلجريت وساينس الفيلجريت، أن الصيام فيه وجبتين كذلك الفيلجريت فيه وجبتين، فنعتمد هذه الطريقة بكل سهولة، فقط نعيد ترتيب الوجبات في اليوم، تصير وجبة الإفطار الوجبة الرئيسية والوجبة الثانية تكون وجبة السحور. طيب عند الإفطار أول شيء لما يأذن أذان المغرب نكسر الصيام على البايوس لايف سليم أو البايوس لايف 2 حسب المتوفر في كل بلد، هذه أول مرحلة. ثاني مرحلة بعد السحور ممكن أعيد تناول بايوس لايف سليم وإلا البايوس لايف 2 10 دقائق ربع ساعة بعدين أتناول السحور الصحي. الآن مكان الماتشا واليوني ماتي يكون هذا الوقت، يعني في وقت صلاة العشاء، ممكن بعد يعني ما بين صلاة العشاء والتراويح، ممكن الأشخاص يفضلوا ممكن عنده عمل يروح لشغله، كل واحد وحياته، ممكن عنده زيارة أقارب، المهم هذا الفترة يكون دائما فيها نقص في الطاقة لأنه الجهاز الهضمي يبذل طاقة رهيبة جدا ويمتص طاقة كبيرة من جسم الإنسان حتى يستطيع أن يفكك ويهضم كل الأغذية التي أكلناها أثناء وجبة الإفطار. فمرة ثانية بكل المزايا التي رأيناها سواء كان اليوني ماتي ولا الماتشا، سوف أعطي أيضا فرصة لجسمي حتى يتغلب على الإعياء المعروف بعد وجبة الإفطار. فهذه تكون أكبر شريحة من الأشخاص معنيين بهذا التطبيق، يعني بتطبيق الفيلجريت وإلا الليف بتر بهذه الطريقة. بعدين في استثناءات، الأشخاص اللي يعني مش متعودين أنهم يأخذوا السحور، مع العلم أن السحور هو وجبة رئيسية وليست وجبة ثانوية في الشهر الفضيل نعتمد عليها، وهي أيضا محددة لمدى قدرة جسمي على التحمل في اليوم الموالي. يعني لو أكلت سحور صحي فيه نشويات كاملة وخذيت بروتينات وتجنبت البهارات والمخللات وتجنبت كل الموالح والسكريات وغيرها، فسوف يعطيني هذا السحور القدرة على الشعور بالطاقة لمدة أطول في اليوم الموالي وأكيد مكافحة العطش. ففيه مع ذلك مع كل هذا النصائح والتنبيهات، لكن في أشخاص يفضلوا لا يأخذوا وجبة السحور، ننصح بأخذ أكيد السليم والبايوس لايف 2 قبل وجبة الإفطار عند أذان المغرب، والماتشا واليوني ماتي نفس التطبيق. يبقى نصيحة أخرى بهذا بالنسبة لهذه الأشخاص اللي ما بيأخذوا السحور، على الأقل إضافة بروتين على سبيل المثال لين كومبليت، ممكن أشخاص يعني يشق عليهم أنه يتناول أغذية ويمضغ ويبلع في السحور فيصيب يكون فيه شوية مشقة عند هذه الفئة. فنصيحتنا لهم من أجل تسهيل تحضير البروتينات والحظاء بالبروتين الألياف اللازم لليوم الموالي، ممكن مزج لين كومبليت مع البايوس لايف سليم، لين كومبليت مع البايوس لايف 2، ممكن اللي عنده نايجين، ممكن اللي عنده صويا بروتين، ممتاز جدا. فهذه الاقتراحات من اجل الحظاء بالبروتين الذي يدعم صحه الانسان من حيث الاحماض الامينيه، وفي نفس الوقت يعطينا الشعور بالشبع لمده زمنيه اطول في اليوم الموالي، لن نشعر بالجوع. لكن إذا الشخص مصر ويعني ولا حاب ولا من هذا الأوبشنز، مش حاب أنه يأخذ سحور، ففي هذه الطريقة أكيد نكتفي فقط باستعمال البايوس لايف 2 وإلا سليم مرة واحدة قبل الإفطار، وبعدين اليوني ماتي وإلا الماتشا أثناء ولا في فترة صلاة العشاء. فأهم نقطة أساسية أيضا من أجل الحظاء بنتائج ممتازة فيما يخص اللذبة وإلا الفينجليت، الترطيب الترطيب الترطيب. يعني لما نتكلم على الترطيب من أذان المغرب حتى أنه الشخص يذهب للنوم، وبعدين لما يقوم عند السحور على الأقل ساعة كأس ماء في كل ساعة، أقل تقدير 8 كؤوس ماء يكون في هذا الفترة المسموح بها أنه الشخص يتناول الأكل في الشهر الفضيل. تناول الماء، فيه أيضا أسئلة تصل على الخاص، أنا تناول الماء بكمية، طيب كيف تتناول الماء؟ يقول كان تناول لتر عند الإفطار، هذا خطأ. لما نتناول لتر كامل عند أذان المغرب راح يكون فيه خطر على الكبد وخطر أيضا على أعضاء أخرى خصوصا الكبد، بعدين جسم الإنسان لن يستطيع أن يستغل هذا الماء، كله سوف يذهب أكرمكم الله على شكل تبول، فالخلايا ما عندها فرصة حتى تجذب الماء وتمتص الماء الذي شربناه في دفعة واحدة.
فلهذا نصيحة أنه نأخذ الماء على فترات بطريقة متقطعة، كوب ماء كل ساعة يكون كافي من أجل الحفاظ على الترطيب في اليوم الموالي، خاصة في شهر رمضان. فهذه كانت أهم النصائح وأهم الإرشادات من أجل استغلال رمضان في تطبيق الفيلغريت. إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا، تكونوا دونتوا المعلومات، وأكيد دائما ننصح بمشاركتها على أكبر قدر حتى يستفيد الجميع. وشكرا. شكرا شكرا كوتش نسيم على هاي المعلومات الرائعة. كنت أسألك عن الكوادا بليكس، إنه أنا أقدر أخذها على السحور أو لا؟ أكيد ممتاز. الكواد بليكس يعتبر من أجود البروتينات عند يونيسيتي، يعني فيه الأنواع البروتينات المتفرعة السلسلة، وهذه الأنواع البروتينات تعطي فرصة للياقة البدنية من أجل ترميم أعطاب الأنسجة، حتى الرياضيين ممتاز جدا هذا الأحماض الأمينية أكثر ما يحتاجه هو الرياضيين. فأكيد ممتاز الكواد بليكس، حتى مزجه مع زبادي يوناني ولا مع شوية فواكه، مثلا فواكه غابية تكون قليلة السعرات الحرارية، مذاق ممتاز. مزجه مع صويا بروتين أيضا ممكن. فأكيد الكواد بليكس من أروع البروتينات. جميل جميل جدا. فشكرا لك، شكرا لحضورك، شكرا لمعلوماتك وعلمك، وان شاء الله نكون افدناكم في هاي المحاضره الرائعه. تقدر انك انت تطلب تسجيلها علشان تبعثها لاكبر عدد ممكن من الاشخاص اللي بتحبهم، بهمك صحتهم باذن الله تعالى. شكرا كوتش نسيمه. أهلين. يا اهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمه الله.